السلام عليكم. هذا ملخص موضوعنا الموسوم بالتفاعل الروائي والسينمائي في فيلم ثرثرة فوق النيل من إعداد طالبة الدكتوراه رميسة بدراوي ومن إعداد طالب الدكتوراه وائل فخر الإسلام أسعدنا. الملخص: شهدت الرواية المصرية نقلات نوعية ابتداء من الرواية زينب للكاتب محمد حسنين هيكل وصولا إلى الرواية الجديدة. قد أسهم التجربة في نضجها وتدرجها من طبيعها الروائي إلى انفتاحها للأجناس الأدبية الأخرى وصولا إلى تمازجها والفنون، حيث كان لهذا الانفتاح النصي أن يتجاوز بنية الخطاب اللغوي إلى تجلياته السمعية والمرئية والشمية. فالرسالة بين الروائي والقارئ هي الرواية نفسها، وانفتاحها لاستيعاب الأجناس الأدبية والفنون خاصة السمعية والبصرية منها، وعملية تجريبية لإثارة حواس التلقي، وهذا ما نريده في الدراسة. ونطرح عليه الأسئلة الآتية: فكيف تجلى الانفتاح الروائي على الفن السينمائي، وما أبعاده الجمالية، وكيف تمثل الفيلم المقتبس من الرواية، وكيف ساهمت الرواية المصرية في إثراء الساحة الفنية السينمائية؟ نجيب محفوظ: يعد نجيب محفوظ أحد أعمدة التأسيس وظهور الرواية الواقعية الجديدة، وله السبق في الساحة العربية بأن يكتمل فنيا وينضج. وتجاوزت رواياته هذه المراحل الأولية انتقالا من الرواية الكلاسية إلى الرواية الجديدة. حضور الانفتاح النصي في عمل نجيب محفوظ واضح جلي من خلال إدخاله بنية النص المسرح على الروايه وابداعه للروايه المتعدده الاصوات. وعند ذكر نجيب محفوظ في قطاع الادب تصل ابداعه الادبي بالسينما وتحويل رواياته الى اعمال سينمائيه، فقد اتجه لدراسه السيناريو وكتبته الى انه لم يكمل، ولكن دخوله في مرحله جديده من تيار الوعي في الكتابه ابدع ثلاثيه اولاد حارتنا ونسوى الكلاب وثرثره فوق النيل. ثانيا، التفاعل بين الروايه والسينما. يعد المصطلح تفاعل يشير إلى علاقة تفاعلية تحدث بين النصوص الأدبية والفنون، فتدخل في غيرها في علاقات مع غيرها، حيث يكون التفاعل نوعا من التضايف الحاصل بين مختلف الأجناس. البنية الفنية لرواية ثرثرة فوق النيل وبنية الفيلم: استقرار للرواية والفيلم معا، حيث فصلنا في قراءة الرواية وضع الأغلفة الجديدة ورصد الشخصيات الرئيسة الروائية التي اعتمد عليها نجيب محفوظ، كما الفيلم عشرنا إلى المخرج ودار الإنتاج والمونتاج والممثلين والأدوار كل ودوره الذي أدار، كما عرجنا على ملخص الرواية والفيلم مع الإجراء مقارنة وصفية للعملين. رابعا، ثرثرة فوق النيل. تفاعل الرواية والفيلم: تمثل الشخصية الروائية في فيلم ثرثرة فوق النيل. تعد رواية نجيب محفوظ الأكثر انفتاحا على عالم السينما، حيث استعارت بعض تقنياته وآلياته مثل الأحداث الكثيفة التي تبدو مشاهد ولقطات سينمائية، وتوظيف الديكور لنسج الأبعاد الدلالية وتقديم الشخصيات والأحداث وغير ذلك. يحيلنا هذا إلى مفهوم الشخصية الروائية للبرسوناج، حيث عرف رولان بارت أنها كائنات من ورق تتخذ شكلا دالا من خلال اللغة. وشخصية الرئيسة يعرفها جيراند برانس بأنها الشخصية الرئيسة التي تمثل بؤرة الاهتمام، ويتم فصل السرد بناء على صراع بين الأشخاص يتضمن شخصيتين رئيسيتين لهما أهداف متعارضة، البطل وشخص. كما يحيلنا إلى الشخصية الثانوية التي تأتي لدعم الشخصية الرئيسية ولكن لا تكون مجرد دلالة. الشخصية في الرواية والسينما في فيلم ثرثرة فوق النيل: فيلم ثرثرة فوق النيل استعمل مخرج الفيلم وكاتب السيناريو خصوصا الشخصيات الروائية كما هي في الرواية، وأضف عليها طابعا فنيا. فمثلا نغوص في شخصيتين رئيستين مثل أني الزكي وسمارة بهجت، حيث تتبعنا البعد الخارجي والداخلي والبعد الاجتماعي لكليهما الاثنين. أني الزكي كرجل مثقف وعمل في الوزارة أثر به المطاف إلى عوامة، وكذا التقاط التشابه بين ما هو مصوص في الرواية وهو مجسد في الفيلم. حتى سمارة بهجت صحفية ذكية التي تبحث عن أبطال حقيقيين لأعمالها الأدبية، بل راحت تلهو بهم دون تكون في مجلسهم الذين هم بمعاقرة الكيف والجوسة والخمر والمخدرات. وامرأة محترمة مثلها لا يمكن أن تكون فريسة لهم. ومن جهة أخرى لها مبادئ قوية صورها الفيلم والرواية، فاستفادت منهم فقط في أخذ فكرة عن عالم لم تتركه من قبل، وقد أتاحت الرواية تقديمها نفسيا حتى، وقد تفاعلت الصورة النفسية لها مع الكاميرا فتجسدت في الفيلم. الخاتمة: من خلال دراستنا للتفاعل بين الرواية وفيلم ثرثرة فوق النيل توصلنا إلى النتائج التالية. جاء الفيلم صور عن الرواية بجميع أركانها خصوصا شخصيات الرواية، فحافظ المخرج وكاتب السيناريو على صفاته وبنيتها. تعددت شخصيات رواية ثرثرة فوق النيل وترجمها الفيلم مضيفا عليها تقنية السينما من تصوير ومشاهد ولقطات.
صورة الشخصية الرئيسية الزكي وسمارة بهجت ظلت متمسكة في الفيلم محافظة على روحها الروائية وخصائصها أمام الشخصيات الثانوية. أما الشخصيات الثانوية لم يهملها المخرج والكاتب السيناريو، بل حافظ على بنيتها ووظائفها سواء بطرق الحوارات كوظيفة موضوعية، أو تكفلت بتقديم شخصية الأخرى وظيفة سردية وصفية. وشكرا جزيلا لكم.